يقول فاتني الركوع الأول من الركعة الأولى من صلاة الكسوف الماضية، وعندما سلم الإمام سلمت ولم أقضي شيئا. الركوع الأول هو ركوع الصلاة، أما الركوع الثاني هذا سنة، ما هو ما يجزي عن الركعة، فأنت لم تدرك الركعة، وكان الواجب عليك لما سلم الإمام أنك قمت وأتيت بركعة، لأنه فاتتك الركعة. إذا لم تدرك إلا الركوع الثاني فاتتك الركعة، المعتبر هو الركوع الأول وقد فاتك. لكن ما دام مضى الوقت وهي نافلة ليس عليك شيء. نعم.